هاي كيفكن؟ متى ما وعدتكم حلقة جديدة مع هالمرة سياسة مع نايب السابق زياد أسود وليش عم تضحك؟ مش عم بضحك بس عنا <applause> هون بحركش فيك كثير عم نايب ولا السابق؟ هلا السابق غيرك مبسوط نايب السابق غيره <applause> زياد؟ بعدك طيار؟ ليك يا حبيبي انا طيار من أوله انا تيار وفقا انا عيتي انا ومبادئ انا والحليب اللي رضعته انا وانا ما بشبه حدا انا بشبه حالي اذا التيار بيشبهني انا تيار بس انا ما بكون تيار اذا ما بشبه اللي اللي رباني عليه مش العون اللهم اذا هون الشباب بيعرفوه يعني مم. حافظين لانه في كتير هون نيو لوك بسميو انا مش فاهمين تيار من غيره يعني ضايعين يمكن بالمفرق ما كنت عارف انه كل الاحزاب قاعدة ببناية واحدة وكل طابق آه شكل هائتهم الشباب كابسين على زرار غلط انا الطيار انا واللي مثلي واللي اكبر مني واللي اصغر مني اللي بيفكروا بعقلنا بمبادئنا بادبيات سياسيه معينه وببرنامج انا ماني اطيار هيك يعني قوموا زقفوا يا شباب والله كنا زقفنا سلام عم عن التيار كحزب كحزب الله ما عم بشيء انا ما بس ما فلت ما عندي صفه وما عندي رغبه انه يكون عندي صفه منك بالمكتب السياسي؟ لا لا أنا في مكتب سياسي ما بتعاطى بهالقصص ابدا انا التيار بما انا امثل وفكر فيه انا تيار وفي كثير مثلي ويمكن مع الوقت بلشوا بس زعلان لا ماني زعلان حردان شو؟, شو, ولا شو لا زعلان ولا حردان لانه كل اللي صار بجزين توقعته من سنتين وثلاثه عدبان؟ في ناس بتحكي يا شمال بترد يمين شو بدي اعمل وقت اللي بتقول هاي الطريق مش من هون وهن مكملين من هون اذا ما بده يقتنع مصيبه واذا حدا عم يوجوج له دانتو مصيبه واذا فات بالحيط مش مسؤوليته طب زياد مستعد تشرح الكفوف وتحكي يعني هلا حد معين لانه انا بالاساس موضوع صار وراي يعني هلا عم بس انا ما حكيت فيه صار لنا ثلاث اربع اشهر خالصين يعني ما حكيت فيه شو صار؟ بدي اسالك شو صار بجزيرة؟ لو ما حكيت فيه مش معناتا شوف بعض الاحيان بيعتبروا زياد اسود انه اذا بنحركش فيه بينفعل قال شو هول ازكيا خصوصي هول اللي بينافسوني بجيزين هول مستطيل انه هيدا عصبي هلا بنحركش فيه بيطلع خلقه انا فرجيتهم انه وقت بدو بده يطلع خلقي انا بطلعه وقت ما بده يطلع خلقي لو بدها تكون الدنيا مخابطه على راسي ما بيطلع خلقي هذا يعني انت مالك اعصابك ومالك راسك وتعرف تفكر كيف بالحارة اذا بانتخابات حاصل فيها كل وسخ الكون بجزين مكبوبة بجزين كل وسخ الكون كل اللي بيعرفوه بالزعرني واللي ما بيعرفوه تعلموه بجزين وتعلموه بالناس الابرياء يعني بجزين. شو صار بجزين؟ شو ما صار؟ ليش 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 الطيار شو ما صار؟ خسر مقعدين على اساس كانوا محسومين بجزين سوء طب سو اداء مش حق النواب اللي كانوا فوق اداء وخيارات لا مش, مش حق النواب ليش النواب بس لحالهم بيشتغلوا لا بس يمس. اني واجهت بلديات والاتحاد ال... والسلوكيات والمسؤولين السياسيين والحزبيين والمنسقين هو ما خصهم والقرارات اللي بتجي من برا على جزين بدون ما تكون فهمانة روحية المنطقة بس لو راضيين عن نواب المنطقة ما كان ممكن... ما كانوا انتخبوهم؟ لا يمكن مش راضيين ويمكن راضيين بس كمان سقوط التيار او سقوط اي حزب باي منطقه يعني مثل ما انت معتبر حالك خسران بجزين غيرك معتبر حاله خسران بمناطق تانية اكيد يعني التداعيات الانتخابيه والشعبيه والمزاجات بين منطقه ومنطقه والكل بتصيب الكل بس انت اعطيته هديه بجزين انا بجزين للقوات لا ما اعطيناهم هديه هني اصلا ظروف معركتهم تختلف عن ظروفنا الفرق انه هن معهن مصاري عرفوا استثمروا نحن عنا واحد معه مصاري استثمرن ضد <applause> هن راحوا فاتوا على الناس بطريقه نحنا كل اربع سنين بيشرف كل اخر اربع اشهر بيوسخ الدنيا وبياخذ وثقاته بفل وبيترك لنا التداعيات <applause> وقت اللي بيصير الناس عم تشتري من زيت الصحن صواب بس لتسقط زياد اسود، وناس فلتانة عم تاخذ من الكل وعم تاخذ من زياد اسود وغير زياد اسود، بيسقط. وقت اللي بيكون في سبع لوائح وما حدا فهمان كيف عم تروح وتجي الاصوات، وقت اللي بيكون في تداعيات تحالفات طويله عريضه إلها بحركه امل او إلها علاقه بصيدا و... 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 وزياد اسود لا شريك بلجنه انتخابيه لا بيتعاطى معه مدير حمله. لا بيتعاطى معه منسق لا بيتعاطى معه مدير مكنة لا بيتعاطى معه منسقين الضياء كلهم مصفوفين بالصف الثاني لا بيشارك بالتفاوض لا, لا. لا بيشارك بحملة انتخابية لا بيستشيروا لا بياخدوا رأيه بشوكم بشو بيكون مسؤول زيادة أسود طب ليه ليش ليش وصلت لهون الامور؟ لا انه بدك تسال اللي اللي حابب ياخذ الامور بهذا الاتجاه انت محبوب يعني انت محبوب من الطيار يعني من شباب الطيار محبوب خاصة اللي بيشبهونا شباب جزين بيشبهوني فليش انه المنسق اللي ما بيشبهني والشباب اللي ما بيشبهني او الجاي لقيت او اللي هلا بده يخترع مشكل مع زياد اسود تيرضي بمطرح ثاني تيقبض له قرشين لانه في منهم بيعملوا مشكل معه م. مثلا امبارح كنت سهران بجزين واحد حكى علي من هبه ودب قاعد معي شاب من التيار صدف انه في اجا سلم علي وبوسني طلعت فيه للشاب اللي معي قلت هلا انا بكون سبب المشكل ولا هني سبب المشكل اذا انا معاديهم مش مفترض يقرب يبوسني اذا هني عم يرضوا بمطرح تاني بصير مستسهل يبوسني يعني مش انا اللي معدي بس انا مكبر عقلي ومكبر اخلاقي بس هالفرق النميمه شي والعمل السياسي شي الشباب اشتغلوا بالنميمه وركزوا على اسقاط زياد اسود ونسيوا الباقي شباب الطيار؟ ايه اكيد قسم منهم ايه معهم بطاقاتهم بس هن كمان أنا كمان بيعتبروا امل ابو زيد كمان إيه طيار م. اوكي انه أنا... مش انه اشتغلوا مع القوات او اشتغلوا مع بر... ضد زياد بس يعني... انت وقت اللي بتروح بتاخذ اصوات من هون لهون ضمن الصحن ذاته او الحزب ذاته ما زدت شيء صح بينما القوات عندهم 4000 صوت صاروا 6000 صاروا 9 زادوا بدك تسال حالك انت وين غلطت باي تكتيك انتخابي واي هبله عملتها وهن كيف اشتغلوا وبتقارن مم. بس ما في دائما تقول والله حق على زياد اسود زياد اسود شو سالته اصلا؟ هاو كل اللي هلا عم بيقولوا حق على زياد اسود وين قعدتوا معه؟ وين حكيتوا؟ بس زياد انت كنت 7500 صوت اه. جبت هلا 3500 اه نص تقريبا اكيد إذا يعني فيه يعني في مشكلة إذا في ثلاثة بزياد أسود طيب اعتبر المشكلة بزياد أسود زيح زياد أسود فرجوني بدعكم ما بدها شيء بس وقت اللي بيكون كل التركيز على زياد أسود من كل الأحزاب ومن كل ال وتنتوش من زياد أسود والحلقة الأضعف عن زياد أسود المادة مصاري وقت اللي بيوصل صوت ب 10 و15 مليون ليرة بالمنطقة شو بعد بدك من زياد أسود خلي في ناس بتروح، في ناس تعبانة، في ظروف صعبة بتطنش. امتى بتبين المساوئ الخيارات؟ من هلا وطالع. إذا عملوا صح ولا غلط. إذا تركوا حالهم عرضة للتفلت ولا لا، وإذا كانت خيارات الانتخابية جدية ولا لا. بس سقطت أنا ما حدا بيعرف ليش سقطت. بس لما بتفوت بعمق القصة بأثارها ونتائجها، بتعرف قد إيه على على المنطقة وعلى ناسها وعلى القرارات الغلط تعرفها مع الوقت بس أنا ما بحمل بس الناس المسؤولية أنت شغلتك تقود الناس مش أنت شغلتك تزرع عند الناس منهجية معينة أنت تطلع تحكي عن المال الفاسد وعن الرشوة الانتخابية وعم بتقول من أعلى المستويات ونزول ما تخضعوا ما تمشوا وتفضوا ما بتفتح شنط مصاري تشتري الناس ومين عم تشتري بالآخر اللي راح يصوتوا لك اصلا بدك تساعدهم فيك تساعدهم بس ما فيك تشتريهم وما فيك تقول انا ما تشتروا الناس واوعى المال الفاسد واوعى المال الانتخابي واوعى تبييض الاموال واوعى 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 شوي تلاقي ثلاث ارباع المرشحين معلم غسالات تبييض الاموال ماشية ما فيك تحكي شيء وعكسه قدام الناس ترجع تلوم الناس ليش عملت هيك ومش معناتها اذا ربحوا الولايات اللبنانيه مع لانه مش ربحانين مسيحيين يعني ربحانين بصوات السنه بصيدا مش معنى اذا ما كان عندك حليف بصادة يعني بدك تلبسها لحدا لانه تداعيات العلاقه مع بيت الحريري وتداعيات العلاقه مع الطائفه السنيه وتداعيات العلاقه مع كل التركيبه الحكوميه والتفاهمات اللي صارت مش زياد اسود بيتحملها هن بيقولوا انت لو انا بتحملها يعني بيقولوا انت لو ما كنت مرشح كان رح سنه 2018 كنت مرشح وكانت المشاكل بعزه وبعدها اول تقليعه العلاقات السياسيه بين صيدا وجزيرة بس كان ماشي الحال شو تغير بعد 2018؟ لا تعطيت بصيدا ولا حكيت عن صيدا ولا قربت على اي ملف له علاقه بصيدا ولا ولا قربت على خصوصيه اهل صيدا، شو تغير من 2018 ل 2022؟ مم. تغير الوضع العام السياسي مش العلاقه الشخصيه لانه انا من 2018 يعني بال 2018 كان لازم يقولوا لا ما بدنا زياد اسد مش طايقينه مم. بال 2022 كانت قطعت كل المسائل ورحنا على غير خلافات من منظار اخر له علاقه بالتفاهم الرئاسي وله علاقه بتقديم الحكومات وله علاقه بثوره 17 تشرين وبخروج الرئيس الحريري وهي التداعيات كلها مش انا بحملها بعدين انا عارف قبل باربع اشهر انه ما في حلف بصيدا وانه الحاصل اللي بياخدوه بقضاء جزين بين الشيعه والمسيحيين مش عند طائفه السنيه بصيدا وقالوا لي يا رفقاتي بصيدا بما فيهم دكتور عبد الرحمن البزري قال لي ما في حلف بصيدا نحن حساباتنا الصيداوية وحسابات المدينة تختلف عن حساباتكم انتو وما تنبش وكتير اصدقاء قالوا لي بديش سميوني يعني. انا ما تعطيت بصيدا مش انا كنت مكلف بالتفاوض بصيدا ولا سألوني رأيي بصيدا ولا بجزين سألوني رأيي شو لازم تعمل انا كتبت على ورقه باحدى الاجتماعات دور ورقه على كل المرشحين من بكل واحد بمنطقته مين تعتقد لازم تتحالف معه الدكتور امل بوزايد وسليم الخوري محطوطين بالاسامي حاطين الجماعة الاسلاميه وجم... والبزري الدكتور بزري انا وسليم الخوري شرحوا انا حطيت حمايه اللائحه من الناحيه القانونيه والعمل على الحاصل في منطقة قضاء جزين انا كنت واضح قبل بثلاث اشهر انه ما في حلف طب بدي اسالك سؤال اذا البزري واسامه سعد راحوا باتجاه وقالوا لي اياها وبيت الحريري مش واردة يتحالف مع التيار من وراء الخلاف بين سعد الحريري وجبران باسيل والرئيس وكله شو بعد في بصيدا كقوه فعلي الجماعة الإسلامية إذا الجماعة الإسلامية بيسوى 2000 3000 صوت لنقول واجوا من ميتان 250 صوت تريبيون مش عم بيقول مش بيش طلع خبر انه لازم الجماعه الاسلاميه مصرين تشيل زياد اسود ليتحالفوا مع الطيار يعني الجماعه الاسلاميه عم بيفرضوا على المسيحيين هويه مرشحهم؟ مش هيك؟ وفل زياد اسود شو الاضافه اللي رح تيجي؟ انه يعني بيتغير الرقم؟ لا مش كنت كان صوت المعضله وين بتكون لا اذا انا فليت لانه ليش ما خلوني فل؟ لانه على اساس انت الاول يعني كل الاول على اساس انت اكثر من 7000 بس انا لما عرضت عليهم فل من سنه ونص قلت لهم ما بدي اترشح على الانتخابات، ليش ما خلوني فل؟ ليه؟ ما كانوا يقبلوا، انا قلت له انا إيه؟ أه أه جبران بده يسمعني، انا قلت له لجبران بيصير من سنه ونص، خليه يقولوا لي لا، قلت له انا ما بدي اترشح خد امل ابو زيد وانا بروح بقعد بيت ونحن اخوه انا اكتفيت وانا شايف جزين مش منيحه وهيدا الاداء السياسي بجزين مش عجبني وقال لي هذا يطلع يكذبني طيب. هلا أنا مش عجبني. في تناقض انا ما بدي اترش في تناقض بس برضو جينا على الانتخابات انا الاول بالاحصاءات طيب تبعك تشيلو زياد اسود تحت عنوان شو ارضاء لنقول للجماعة الاسلاميه انه انا برايي جماعة الاسلاميه مش هذا موقفهم حدا عمم هذا الموقف بس مش هذا موقفهم اعتبارات تحالفاتهم أكبر بكتير وأبعد بكتير من مجرد قضاء جزين والصيدة كان عندهم غير حسابات بس برضو بدي اعتبر ما بقى في إلا قوة فعلية وحدة بصيدة بتتحالف تحالف مع الطيار وحط إيه؟ وحاطة شار زياد أسود إيه؟ ليش ما زيادة زياد أسود شو تداعيات شايلة زياد أسود انتو عارفين انه هيدي المنطقة انتخابيا ما ظابطة ما في ملائمة بين الناس وما في تجانس بين الناس وقوى منطقة جزين وقوى صيدا ضيقه ومصغره ما بقى في قوه ما في تنوع انتخابي سياسي بصيدا وبجزين في قوه تيار أه شو اسمه حركه امل بشخص ابراهيم عزار وتحت في دكتور بزري أسامة سعد دكتور سعد الجماعة الإسلامية وبات الحريري بعد في حدا غيرهم خيه هاي منطقة منطقتين مسكرتين اثنان يعرضوا مع بعضهم تمشي معدة واحد بطلت حالفه منطقة مش راكبة مش متجنسة وكل القوة فيها مسكرة على بعضها تحت عندهم حسابات وفوق عندهم حسابات ما حدا بده يتقارب مع حدا ما ايه هي انكبوا على زياد اسود بس مش زياد اسود كان بصيدا وتفاوض اما ابو زيد اللي راح تفاوض بصيدا وخبر اخبار وانا عندي معطيات اكثر من هيك عندي معطيات عن بي... عن سمير النقيب شو كان عم بيقول عن يوسف النقيب شو كان عم بيقول والجماعة الإسلامية شو كانت عم بتقول ودخل على الخط مسؤول بالتيار ليتأكد من موضوع الجماعة الإسلامية وطلع مش مزبوط الحكي اللي عم ينقل على من امل بوزاد لجبران بسيل برضو انا ما تدخلت وطلبوا مني اتدخل قلت لهم ما بدي اتدخل قال عم بفوضوا عنك قلت له فاوضوا عنك يعملوا بالدنيا ما بدي اتدخل لانه انا عارف انه مش هيك بتنشغل الامور وقايل لهم قبل اربع خمسة اشهر مش هيك بتنشغل الامور بس وقت ما بدك تسمع رأيك تسمع من دينه وحده بتوصل للنتيجة زياد وقف نعم يعني. اذا عم نحكي اذا الجماعه الاسلاميه ما بدهم زياد وبقي زياد ونبيه بري ما بده حزب الله ما بدهم زياد وبقي زياد إيه؟ يعني فضل زياد على حلفاء مع هودي لا مش ليش بده يرجع الشغل ضده؟ لا ما فضل زياد انت هلا اتهمت انه جبران والطيار شغلوا ضدك انا, بق... أنا قلت انا انت قولها بس إيه؟ انا ما قلتها بس على الارض هيك كان طيب هلا قلتها والكلام اللي انحكى بس زياد. ليش ليش بده يصر عليك اذا بده يشتغل ضدك؟ ما كان جاب هوديك الاصوات كان جاب 5000 صوت طيب ليش؟ كان جاب 5000 صوت جيش اللي بحبه زياد ما راح ينتخبوا طيار اذا زياد س... ما كان مرشح إيه انت ما كان بدك ترشح كمان بينتخبوا الطيار بينتخبوا الطيار شرط مش يكون مفروض مفروض اذا زياد اسود هو الاول مسيحيه <applause> وشرط مش يكون موس يعني مسوقينا انه على الام بي ان يطلع خبر انه ايه وحركه امل بيتحالفوا شرط ازاحه زياد اسود وكل الدعم لامل ابو زيد ايه طلع عملها هي ايه ترجمه طيب ليش ما بتشوفها انه وقف معك بخي ما وقف معي وقف, وقف مع حاله ضد هودي يا حبيبي ما وقف معي وقف مع حاله ما تمسك فيي وقف مع حاله ما انت قلت لي قلت له ما بدك تترشح أه هلا عم بيعمل حيل عم دافع عنه لحظة قلت له ما بدي اترشح وقال لك لا بدك ترشح ايه بس ما برشح عمل ابو زيد معي بتركه يعمل كل يا اخي جاب اكثر منك يا يا اخي جاب اكثر مني بعرف كيف لا ما جاب اكثر مني بس حتى اللي جايبهم هلا مش اله بدك تشيل المصريات وتشيل كل يعني الدعم يعني في مشكله كبيره للطيار فوق وبدها تكبر بعد اكثر اذا بيبقى الفلتان هيك لانه انت بالاخر مرشحين ضدك او النواب اللي ضدك شو عم تفرجوا عليك يعني م. انه شو فكر انه الناس رح ترجع تغير رايها هيك وترجع 3000 صوت 4000 صوت اللي طلعوا صوتوا ما بدك تسال ليه؟ هلا في منهم بيقولوا لانه كله زار هال... لا 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 لانه صار هالمشكله انت وامل انه خي قرفتونا لا مش هيك اه هلا كل اللي صار بتداعي... لا, لا مش كله قسم منه كل صار تداعيات بجزين كلها بس زياده أصوي. يعني بس يوقع الطلاق بيوقع من طرف واحد بس لا واحد لا. بيعمل قلت لك انت وامل هلا انا انت واحد بالمية من كل التداعيات اللي عم بتصير م. وانا جر... انا انا جن... انا كنت عم بتجنب اترشح انا وامل مش انا اللي هجمت عليه هو هجم علي مش انا اللي طولت حكي هو اللي طول حكي وبعد سوق... بعد انتهاء الانتخابات بحفله من حفلات الراس والفقش تبعه له على الفيديو انه نحن خلصنا من الاسود ما فيك تخلص من الاسود حبيبي هيك اول شيء بس تقول نحن خلصنا من الاسود يعني انت محضر كل هالخبرية الخبريه لا مش همك التيار ومعنويات التيار والمسيحيين بالمنطقه وشو بينتخبوا همك تخلص من زياد اسود يا حبيبي ما راح تخلص منه جاييك جاييك طب زياد عندك مشاكل مع البلديات اكيد مع رؤساء بلديات وبلديات اكيد عندك علاقة متوترة مع الشيعة، عندك علاقة أيه. ما بحبوك السنية اوكي حتى بالطيار في عالم اشتغلوا ضدك، أنت بتعرف يعني المنسقين وطبعا جزين ليه؟ طيب ليه ما ليه؟ مين أعطاهم إعاز؟ خي إلا لو بحبوك لو إجا إعاز لا شو الباقيين الباقيين ما إجاهم إعاز مش كلهم متحررين طيب دخلك سؤال اجوا الشباب اللي معي انا اللي عم بيساعدوني انا يفوتوا م. على مكتب الطيار احس حالي كثير ضدك انا لا بس لا لا, و... لا. بدي اخذ منك يعني مبسوط انه الشباب اللي اجوا نهار الاحد يفوتوا على مكتب الطيار واللي هن عم بيساعدوني فيك تسالني ليش منعوني يفوتوا زياد جماعه زياد اسود ما بفوتوا على مكتب الطيار حاطين لهم تحت حرس بس جماعه زياد اسود؟ ايه بس ليه؟ برك الان فيك تقلي لي ما وان... بدي دافع بس برك الان منهم مخولين او لا لازم حمل. يكونوا بهالمكان عملا عملاء عملاء خي الطيار بحبك ليش ليش بحبني ايه والشباب بحبهم بس بيطيار بيطيار طيار شباب. مش الاداء مش ظابط الاداء الحزب مش ظابط خلافا للمبادئ والخلاف بيني وبين الشباب على المبادئ بس انا سؤال لك بمعزل عن كل شيء اذا رئيس بلديه عم بمد ايده او عم بغلط او ناسب حاله وانتمائه لك وبتعرف تداعيات اعماله وفي تفنجات كتير بالبلديه وانت بتعرفها من الوصولات المزوره للصرف الوهمي للهدر لا 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 300 الف دولار الحمله دعائيه سياحيه لقضاء جزين في شبسيني على الطريق الساعه 4 هاو من مال مين؟ جزينيه ويب سايت بكلف 18 الف دولار فاتورته من مال مين؟ نفايات بتنلم ملايين عم تندفع طونات تقديريه 25 طن يوميا لا في مين يوزن ولا فيني لا بتعرفوا بمي ولا بلا مي بزوم ولا بلا زوم كيف إذا أنا كزياد أسد نايب كمواطن على الأقل ما عندي أطرح هالأسئلة على رئيس بلدية أو رئيس اتحاد ويجي يقول لي أنت ما خصك أنا أنا أنت نايب بس تشتغل سياسي وأنا وأنا بتعاطى بالبلديات، يعني أنت فيك تتحمرن أن قد ما بدك وأنا لازم أتفرج عليك انا مش مسؤول عن مال الناس وعن صحة الناس وعن سلامة الناس لمن رئيس بلدي بينباع بتسمم 33 واحد تريشينوز بجزين وبتضج الدنيا كلها والمستشفى بتنتلي من العالم المسممة لحمة فاسدة لانه في اثنين ثلاثة خالطين اللحمة بالخنزير بيروح بغطيهم وبيبعت ورا الحكيم بيطلب منه يغير تقريره بدك تعرف ليش زعلانين رؤساء البلديات لاني بشبقهم على ايديهم كرمال الناس مش كرمالي انا اخر همي فين يروح عزفيه اللي ميت وعمل حالي مش عارف مثل كتير عالم بس انا ما بقبل انا بتابع كل هول قال من رئيس بلديه بده يغلط بالصرف وبالانماء ويكذب على الناس ويتآمر على الناس بالضيعه ها وبنأذيهم وها منطنش عنهم، ها منعطيهم اعانه بيجي اعانات من المؤسسات الاجنبيه بيجوا بيحطوا ليستا اللي بتخصهم والفقرا تعبانين محترقين سلافهم هاو لانه مش معنا مش ضامنينهم نحطهم على جنب هاو منجوعهم هاو منطعميهم هيدي مش شغله رئيس بلديه صارت شغله رئيس عصابه ايه لما بدك تفتح تنفتح كسرات ومرامل بالمنطقه والكل يتداعوا لوقفه وانت تقول ايه انا رح اوكل محامي توقف هيدي القصه وما توكل محامي بخمس بخمس سنين وتطنش عنها يعني انت فايت فيها يعني انت فايت فيها وبعد لك امثال بامثال 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 هذا يعني شو يعني مش مشكل بيني وبينهم منو شخصي المشكل بيني وبينهم على كيفيه تطبيق مبادئ التيار وملاءمتها مع الواقع يا انت عن جد تيار او عوني وملتزم انه العماد عون علمك هالمبادئ الشفافية والنزاهه ومحاربه الفساد والاصلاح وقول الامور كما هي وقول مش هو قال الحقيقه تحرركم صحيح. ليش هربانين من الحقيقه لما تطلب من رئيس بلدية تبعت له كتاب خطي بتقول له انا ما عم بحكيك كنايب بس صار لي نايب 12 سنه ما بتعرف شو في بلدية مدينتي ضاعت وانا جايبها وانا عمل لها معاركها ايه م. انا اللي عملت معارك بلدية جزين مش هني طاع مو معروف اللي لي في هالملف وهالملف 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 فرجيني كيف المصروف بقول لك انا لا انا ما بحكي معك بننزل نحكي بالتيار ليش تيار محكمة أنا حبيبي عم بطلب منك كمواطن وفقا لقانون حق الوصول إلى المعلومات وفقا لحقي كمواطن ولقانون البلدية طلعني شو عم تصرف بنروح بنحتمي بمطرح تاني وبنعملها صراع طيار بطيار بالوقت هو صراع قانوني قانوني أنا ماني أجر كرسي أنا بدي أعرف شو عم بينصرف بجزين وشو عم بينسرق بجزين وبعد لهلا في سرقه بجزين. وبغير جزين. بعدين اي رئيس بلديه تاني اله علي طار. بعرفهم واحد واحد. واللي اشتغلوا ضدي بالانتخابات بعرفهم. وين بيشتغلوا باي شركه وشو بيشتغلوا وشو قابضين. واللي قوادم وقعدوا على والتزموا وما انضبطوا واللي اصلا مش معنا مش معنا ما لي ملام عليهم اكيد ايه بس في منهم معهم بطاقات ايه انا ماني فاتح كساره ومرمله بكفر فلوس وبتزعرن وغير وراء وغير مخططات وغير تصنيفات مش انا اللي كنت عم بعمل كساره وخرب الدنيا كلها انا وقفت قبل الانتخابات 2018 وقت تجي بتطلع على التلفزيون بقول لك بس بشرفك جينا تليفون ما تحكي عن كفر فلوس لا مستحين فيها اذا ما عامل شيء لا مستحيم فيها مين هي كفر فلوس كان فايت فيها عمل ابو زيد هلا عامل حاله انه هو اشتراها وهو ساهم بشريه هو بعرفها خبري الملف عندي انا واللي اشتراها هو البطرك والربانية وثلاث اربع رجال اعمال اشتركوا فيها واجا بالاخر اشترى كم سهم هو بعقار. بس لمن كان شريك مع محمد الدنش وكتبت عنه الجرايد ما حدا سمعه ليه طيب قال لك انه بدي اطلع على التلفزيون بيقولوا لي اوعى عن الفلوس. ليش مستحيين خيي؟ اللي بيعمل شيء و... وامين انه مش عم بيعمل شيء غلط ما بيستحي. وبعد لك امثال وملفات قد ما بدك. الخلاف بيني وبينهم أنا جيت على جزين عم بقاوم فكرة الفساد وجودنا نبيه بري وغطرسته بالسياسة ومد اليد على مواقع التمثيل المسيحي وبلدية جزين واتحادة لأنه كانوا عم بيعملوا مثل ما هلا نحن عم نعمل مثل ما هلا البلديات عم تعمل ليش بدي أنا قاتل رئيس بلدية ينتمي إلى الأستاذ أه سمير عازر الله يرحمه بحجه انه بيع قرارات البلديه وغيرها واليوم البلديه عم تبيع عقاراتها ليه ليه هيدا بدي يهاجمه وهذا بدي طنش عنه انا بشتغل على المبدا على الموقف على القعده هن ما بيعجبهم دائما بيروح بقى آه مخانق انا أتل... انا قلت عنه بلطجي أنا مره بس انا وقت طلعت على جيزين كنت مؤمن انه نبي بري مادد يده على مقاعد التمثيل المسيحي، وكان يجب ان يكون هناك معركه سياسيه لتحرير هالمقاعد، ومش عون فات فيها. اكيد وشو تغير؟ بقى من ست سنين لليوم اللي عمله الرئيس بري بالرئيس عون شو؟ هين بيمرق هيك؟ نطلع بالبوستا وبس نسال على المحطه كل واحد بيروح من ميله؟ طيب رحنا من ميل رجعنا اختلفنا وبعض المشاكل علقة وصار عهد مش عون خالص شو تكون تقولوا للناس خبروني الجزمية ما بدهم بروفايل زياد أسود مين قال لك ما بدهم بروفايل هاي دول دعايات داخلية عاملين لا شوف شو على اسمه بس لا أكتر والدليل انه الكل هجموا على زياد أسود هل قدي عكروت زياد أسود ما بيسوى حتى الكل يطبقوا فيه بالمال وبغير المال ست اشهر الدعايات والاعلانات تحكي عني والمواقع الالكترونيه تحكي عني زيت الاخبار، اذا بتقرا الاخبار تبع 2017 و18 وبتقرا اخبار 2022 زيتهم بس النص يختلف بس الوقايه هي زيتهم ما تغير شيء، زيت المصدر، زيت المتضررين وزيت الممول بيدفع ليحكوا علي. طيب شو تغير من 2018 ل 2022؟ اللي تغير كثره اللوايح سقطت المنظومة السياسية كلها الوعود والشعارات بينت انها فارغة وما لها معنى اجت الثورة والناس جوعانة وبلا اكل وصار في تفلت على السلطة وتطابة. ما صار تقصير من قبلك؟ بالت... اكيد بشو؟ اكيد في تقصير بس انا ما بدفع مصاري اذا بتقلي قصرت بالخدمات يمكن قصرت بالمواقف انا عملت المواقف انسجاما مع رؤية التيار السياسية ومعاركه انا عملت لهم معاركهم، كنت راس حرب بمعاركهم، هلا إذا هن مش هيدي معاركهم وأنا كنت مغلط، بصير حق علي. بس إذا هن غيروا معاركهم ووجهتها، مش حق علي. أنا بالسياسة عامل دفواري بالخدمات إيه في ناس تنجح في ناس لا، وأنا عامل خدمات أكثر بكثير ما بتتصور. هلا بتقول الناس ما في شيء بيرضيها بقول لك ما ما. آه. بس أنا بالخدمات أكثر منهم كلهم مجموعين مع كل مالهم. <applause> بس انا ما عندي طبيلة لي زمايره تدق وراي وانا ما بدفع حق اصوات مش انا اللي كنت عم بستقبل الناس بصاله السينما بجزين وادفع لها 10 مليون وسبعة مليون وخمسة عشر مليون انا كنت عم بقاوم فكره الدفع وعم بقول لا لازم نحن نضل محافظين على مناعه المجتمع وعلى مبادئه وضلوا الناس مح حايمين حوالينا لانه المؤمنين انه نحن الوجه الصالح للحياه السياسيه بس مش انا بحكي عن الميل فاسد شوي بلاقي المرشحين كلهم عم بيرشوا مصاري وبصير مبرر وبصير مستب... يعني بتصير مباحة وبصير انا غلط مش انا اللي هددت الناس بالتليفونات مش انا اللي عملت اعزات لكل الدولة اللبنانية تروح تشتغل باتجاه واحد رح يجي يقولوا لك طب كل واحد بيخسر بقول لك في مصاري لا لا في مصاري شو هلا انا هلا انا عم بحكيك انه اولاد جزين وبالمنطقه ما بيعرفوا انه انا عم بحكي حقيقه؟ شو انا عم بحكي مع ناس من غير كوكب؟ في مصاري ومبينه ومكشوفه في شنط سود كانت توصل على احد الاوتيلات وانحجزت كل الاوتيلات مع شنط موظفين بس ساعه اثنتين دبوا الشنطه لغوا الحجوزات وفلوا يا ريتنا منجزين يا ريتك منجزين، <applause> ايه بس ما بهينك قال له من مين وبيهينك من ميل نحن ما بنعمل هيك ايه شيء طب زياد شو صار فوق؟ يعني نمنا أصفرية. نمنا زياد معه 4000 وشي اصوات ما بعرف شو صار وعينا ثاني نهار معه 3500 لا عندي ما حاضر لا طب وين 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 ما مندوبين الطيار؟ مش انت بالنهاية لازم عن حزب مش معي كيف؟ وين؟ وشو شو ارقامهم؟ ما ليش ما قدمت طعام؟ اخذهم امل ابو زيد الاوراق كلهم سكروا مكتب طيار وفلوا ما ما عندي ورق قد علاقتك سيئة مع الطيار مع اللجنه الانتخابيه بالطياره مثلا؟ اكيد ايه وقت اللي لك مدير مكنه بيقبض من امل ومدير حمله بيقبض من امل ومدير مدري شو بيقبض وست اشهر انتخابات اللي معينينهم ان اداره اداره انتخابات بيحكوش معك ما بيجتمعوا معك ما ينعينهم شو بدي اعمل؟ يعني انت كنت نازل اذا بدك مستقل انا نازل تكتيك مستقل يعني كنت نازل شوي أنا, انا تما اترك الناس بالطريق واقول لهم انا ما خزلتكم وفللت طيب ليش ما قدمت طعن؟ لشو؟ ارقام ما انا عم دكتور لأ... بزري كانت انت على اساس 4100 ما بدي والال بي سي فجاه شو بدي اقول اذا فيك تجيب مصاري عم تقول اذا, في... إذا فيك تجيب ورقه من الداخليه بايدي بزنارك روح كل اللي قدموا جابوا ورق زيادة ما في جيب نص الطاعون بلا بلا مستندات جديه شو هيك؟ في شيء صاير على مستوى كل العمليه الانتخابيه بكل لبنان وفي جنوح عند البعض واستفزاز وتطاول انه ايه يلا فينا نعمل كل شيء وخلص سقطوا زياد اسود اوكي فيكم تحطوا كلكم على زياد اسود بس مش زياد اسود الغلط يعني ها يعني معلش اذا النبي بري بده راسه مش معناتها النبي بري معه حق وانا هيدا اكيد انا محسومه إيه؟ واذا بدك تفاضل بين زياد اسود وامل ابو زيد انا مش عنديش فضايح بندوره وتبيض اموال حبيبي يروح يجاوب على فضايح بندوره وتبيض الاموال وشاركته هون وهون بعدين يجي يحكي معي وإذا بدك تفاضل بيني وبين شو عرفني القوات اللبنانية مبارح لو وصلوا على الحياة السياسية ما بيعرفوا شيء بجزين ما بيعرفوا ولا ملف ومش حيكون مع حدا وزهرة وزهرة طلع يعني ما وجه طلع كتير بدك تيجي تحسبني تا حسبني أنا شو عامل وين مد إيدي وإذا أنا مخالف مبادئ اللي قال لي عنها الجنرال إلا إذا أنا فهمتها غلط ما بعرف يمكن أنا فهمت غلط ومتطرف بفهمه بس أنا التزمت باللي علمني إياه هلا صرنا بالتطبيق بمطرح تاني بس طب بتعرف انه الجنرال هو كان بده امل ابو زيد ايه اكيد بتعرف ايه طبعا بعرفك شيء سر يعني بعرف معروف الان أنا... لا هو قال إيه قدامنا ما انا حكيته كنا جروب عنده يعني أه؟ ما انا حكيته وقال وقال لي اياها قلت له اوكي مبروك مبروك ما بعرف امل ابو زيد ترشح طب بتنفهم انه هو بده امل ابو زيد ينجح أه؟ هو كان بده امل ابو زيد يترشح أه؟ مع زياد كرمال وبرضه بيتمنى بتمنى بيتمنى, ينجح كمان ما بعرف انا ما بحكي عن عن امنيه بيتمنى ينجح اكيد وقت اللي بيكون بد... امل ابو زاد جنرال على زياد اسود آه يمكن ما من كتر ما يمكن من كتر ما سامع لت علي هلا مين البلت اللتلوت واللتلوت ما بيواجهك بيروح من وراء الظهر بيحكي على كل بكره جاي جزين وجاي البلديات والانتخابات و... وجاي الملفات وبنشوف هذا اللت لوين بده يوصل بعض 2026 زيادة مرشح الانتخابات؟ لا عايشني يا زلمه هلا وقتها كل كل لكل شو زمان دولة ورجاله بدي ارجع شوي اخر سؤال بس الاكيد بالبلديات مش حتقطع هيك حاطط تقلك؟ مش حاطط في وقايع لازم يعرفوها الناس، إذا حبوا ينتخبوا الحرامية أنا بكون صفيت دمتي، إذا حبوا ينتخبوا اللي دافن اللي جزين هلا وحارقين دين سلافة وقاطعين لروحها وحيلة هن انتخبوا، بس انا علي اطلع لهم الحقيقه هيك بيعرفوني وهيك رح كون هلا شو بيعملوا خيارات انا على قلبي مثل العسل انا نهار سقطت كنت عم بضحك كنت زعلان على الشباب الصبايا اللي حوالي اللي كانوا زعلان الشباب كان زعلان اكثر منك ايه كنت زعلان انه ما بدي يزعلوا مع انه انا قايل لهم قبل بوقت ما تزعلوا م. بس تشوف مؤامره كتير كبيره و... وتخربط واداء سيء بتعرف النتيجه سلف مشان هيك انا كنت عارف حالي انه هاي النتيجه ما رح تقطع هيك هيدا الاداء بيوصل لهون هيدا التفاهه بالعمل السياسي ما رح توصل لمحل طب زياد اخر سؤال بانتخابات خبيت طلعك منه اول ما بلشت وقت بتعرف انه الطيار بصوته ما اشتركت انت اكيد عارف دقيت لك يعني. انا قلت لي ما بدي احكي كان مسكره معك وما بعرف طب ما اشتركت بهاي وما عندك علاقه منيحه مع المنسقين وعارف انه جنرال بده ينزل امل ابو ابو زيد بجزين وعارف انه الطيار رح يكونوا مقصومين بالنهايه قد ما نكون هلا انت بتقول انه هن عبيد عم يدعموا معاويه انا رح اقول رح يكونوا مقصومين لان اثنيناتكم مرشحين طيار طب مش انت عملت هالستوب اذا بدك بعدت يعني من وقت ما بلش التصوير انا عم بتجنب كنت مشكل لانه عارفه ليش بيكون يكون مشكل؟ عم بيعملوه وقت الوقت تركب ابلكيشن وتلعب فيها تتعطي ارجحيه لحدا على حدا وقت بتركب هيك جيش الكتروني منظم على ارقام معينه وقت اللي بيكونوا شباب قاعدين معي بيفتحوا الابلكيشن بيطلعوا مصوت عنهم أنا ما بدي احكي كثير هذا سبب اساسي لانه انا بالنسبه لأ لي لما بتكون كون عم تشتغل هيك معناتها انت عم بتاسس غلط انه بدك ليش تتغيرت الاحصاءات بعدين ليش جوا هيك وبرا غير شيء ليه ولا يعني من 2200 بطاقه وما بعرف كم وحده جديه انه هني 400 500 صوت والباقي وين كيف باي نفس ما هذا مؤشر انه في ناس ما بدها تطلع في ناس يمكن بطلت مؤمنه في ناس غيرت رايها في ناس انت مش مقدم لها شيء في ناس صحيح كيف في ناس اخذوا لها بطاقاتها ودفعوا لها مصاري في ناس صوتت مطرح تاني هذا كله شايفه قبل باربع سنين وثلاث سنين وانا قلت لهم عنه وانا قلت لهم, عنه. قلت لهم عنه. عنه هيدا المسار مش مزبوط بجزين في شي غلط انا بفل ما بدي اعمل صراعات بقى لانه انا بعمل صراعات مبادئ مع ناس بيروحوا ببخوا وبيصوروا القصه تعدي لا ما تعدي هو صراع مبدئي اخلاقي ادبي له علاقه بمبادئ العمل السياسي ككل انا مش مع واحد يمد ايده وطنش عنه مش مع مين ما كان معنا او هلا بتكون تنشوا عنه قولوا لي ساعتها انا بقول خيي ما شفت بس بدك تحمل مسؤوليه بكره جاي البلديات وبتشوف لا سالك شو بدك تقولها شو لا ما بقولها طيب ما مش بولا. معقول يكون امل ابو زيد مش. عارف يشتغل بقلب الطيار يوصل بقلب الطيار بلا مع الشباب اكثر من زياد اسود بلا بس ثلاثة ما حقه اي حقه برافو ما عم له لا بس حقه وقت بيشتغل مضبوط وكوريكت مش حقه وقت بيستعمل كل وسائل غير مشروعه مم. مش حقه لانه انا ما استعملت ولا وسيله غير مشروعه اولا ولا ثلاثه وهو عم بيقولهم على الفيديوهات مش انا انا من بعد ما سقطت ما حكيت له كلمه صح هو, هو اللي طلع بار بلد القليل يعني هو طلع باربر حكي بس بار حكي قال له عرف صرارهم انه صغير كثير بس بقهم بقهم, بقهم بس فرق وين؟ انه انا بمشي بين الناس بعرف ما حدا بيغبر علي اذا قعدوا رفقاتي معي ما بيمر واحد بيقول اه لك مناولهم مصاري هاو رفقاتي بشرب كاس انا وياهم مضي السهره انا وياهم خليه يقعد مع واحد وما يمر واحد تاني يقول له هيك له لحتى اخده صيت عاطل انا الناس اللي معي بحبوني وبحبوا اصحابي رفقتي واذا بقول لك مكسبي الوحيد بهال بهاللعبه السياسيه ما عملتش مصاري من ورا النيابه وما استغليت موقعي ولا فتحت كساره ومرمله ولا كنت شريك بمناقصه سيارات ونمر السيارات ولا بروح برشه بالادارات ليعطوني عقد خدمات وما عندي فضايح حتحطها الام تي في والال بي سي علي أه؟ وما ببيض اموال مش هالقد مرت يعني بس عندي ثروه ما حدا عنده اياها يعني. عندي رفقه بكل ضيعه رفقه مش بيجوا معي لانه اعطيهم 100 دولار وبزقفوا لي وبجيب فرقه فرقه على مهرجان طيار من كسروان مع طبلة انا بفوت بقعد بين الناس مع بياتي وعماتي واخواتي وخالاتي صاروا عائلتي ما بجيب فرقة غريبة وزقيفة من شركة بدبي لتزقف لي وتهيص لي لأنه ما في مين يهيص لك اللي بتشتريه بالمصاري بيروح بالمصاري حبيبي أنا ما اشتغلت بهذه القصة طيب. أنا ما بحبش الحفلات اللي فيها نورني كثير صارت يفوت بالسياسة صارت هابطة يفوت بالسياسة شوي من أسبوعين كان ذكرى الثانية لأربعة آب إيه لانفجار مرفق بيروت بعد لهلا آه ما لا هلا هل ولا بعدين ما رح نوصل للحقيقه؟ اكيد لا ليه؟ طيب عندي سؤال لألك مش قالوا جاي ملف الاقمار الصناعيه من روسيا؟ ايه زميلك هو جايبه طبلو زامر مدري شو هو يا لطيف فتح ال... فاتح الاندلس هيدا الملف لحاله سلبا ام ايجابا بخل بحل كل القصه شو في بالملف؟ نور ليش بدك تطول شوفي عرفت عرفت عنه شيء؟ بمعزل عن انه هلا موقوف صار بدري ظاهر والشباب خارج اطار المالي القانونية وبمعزل عنه عندي صار انا طارق البطار كرأي كقاضي صرت انا محلم لمن بشوف انه انا موقفي او المواقف الاخرين المتعنته او المستفزه بالسياسه وبالقضاء عم بتعطلني عن القيام بتحقيقات معينة يعني وصار توقف التحقيق يؤدي إلى ظلم وتعصب بحق الموقوفين لأنه صار لازم يظهروا كان لازم يظهروا وطالما أنت مكفوف يدك هلأ وأنت متخ... صاروا أنا محله برمي الملف بوجهن فقط من أجل تحرير هؤلاء المعتقلين صاروا معتقلين بطلت قصة هو إذا بطل هو قاضي بيطلع يط... قاضي تاني يصطفل هو يدبر حاله بيركبوا تركيبي يدبروا حالهم بس لازم يفهموا أهل الشهداء وأصحاب ال... الحق كضحايا وك... ما في إلى حل هاي القصة ما رح يوصلوا لنتيجة والدليل كل هاي التعقيدات الناس اللي بالحبس لازم يظهروا وفي ناس كتير برا لازم يفوتوا لأنه هني الأساس بموضوع النترات والباخرة والقرارات اللي طالعة وكيف انعملت ومين مسؤول وشو مسؤول بدأ من القضاء إلى الجيش إلى القوى الأمنية إلى مسؤول على الأرض بالبور <applause> وقت, التع... <applause> وقت تشوف هيدي كلها مش ظابطه والقصه واقفه عن طارق بيطار انا محل طارق بيطار بخلع لهم الملف بعينهم وبقول لهم انا كرامه اكس واجريك وزد لانه صاروا معتقلين بطلوا موقوفين انا بضر من الملف ويروح يدبر راسه غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وعلي حسن خليل ويخلي الشعب اللبناني يشوف هاي السلطه كيف بتركب ملفات البراءه او بتبرر او بتسهل او بتهرب المسؤول من مسؤوليته مش هيك؟ انا محله هيك بعمل لانه صار الموقف يا اما انت اسير يا اما حدا طالب منك تضلك متعنت يا اما انت مفكر انه رح توصل لنتيجه ما رح توصل لنتيجه صار موقفك وموقفهم عم بضر الناس الموقفين انا محله بعمل غير هيك ما بتركها خلاص خلص بحرك المي الراكده وبشبق الملف وبيطلع فيها كبير ما بضل ما بضل اسير العصابات السياسيه المستحكمه بالدوله هيك بعمل اثنين خيي بدي ابعد من هيك بمعزل عن كل تفاصيل التحقيقات وال... كلها اذا كان في معن حق ولا ما معن حق مش قالوا في اقمار اصطناعيه وجابوا الصور وعملوا حفله وقصوا جاتو ما <applause> <applause> <أو> بعرف شو هني <applause> <applause> هيك كل شغلنا هاي <applause> حفلة بنقدم كرتونة إعاشة بنصور 600 صورة إنه لايك والله النايب الفلاني أو المسؤول الفلاني وبعرف المصريات ومن شي مطرح جاي يشتري العالم 100 الف ليره طب آه. الاقمار الاصطناعيه آه. تبين هالشي؟ طب مش هن قالوا بدنا الاقمار الاست... اذا الاقمار الاصطناعيه ما بينت هيدا الشيء في تحول جذري بالتفكير السياسي وتفكير القضاء واذا الاقمار الاصطناعيه بينت هالشي كمان هالشي في تح... اذا ضربه اسرائيليه اه كمان في تحول بمطرح تاني حجز هذا الملف تحديدا اللي هو بياخذك شمال او يمين يعني بالتحقيق وبياخذك كمان بالنظره لل للمسؤولين صحيح. يعني اذا في صاروخ اسرائيلي ما بقى في لزوم نحكي لا عن حالي حسن قليل ولا يوسف ولا اكس ولا اجرج ولا بدري واذا ما في صاروخ من بيصير التوجه بغير اتجاه بس انه ما نعرف شيء ونعمل فول بس انا بقول انه صار بالقضاء بس القضاء مش عم مش عم بيمشي طيب. يعني بس ما معرقل انه ليك كل شيء تسرب بالملفات بهذا القضاء وكل الاعلام بيعرف كل شيء بهذا الملف وبالمستندات وما الا هيدا الملف القصقصة هيك المغلف صغير ما حدا شافه ما حدا فتحه ما كشفه ما تورد على المحضر ما نحط مع المضبوطات ما نحط من باب الادله شو هذا الملف؟ الى متى؟ الى اين؟ الى اين؟ يعني توصلك لقلك يعني ما في ما في انا برايي وقت نعم. بتكون السلطه هالقد عاجزه ويكون القضاء مفكك وهو اهم شغله بكل الدوله بكل اي دوله والقضاء الجسم القضائي القضاء وقت بيكون العداله موجوده والقضاء حصين ومصان كل الناس بيكونوا مرتاحين لو بعز الحرب م. لمن بيتفكك هذا الجسم وبتبعه بيتفكك كل الباقي وانتبه تفكيكه ما حصل بالصدفه تفكيكه بلش باتفاق الطائف وهلا فتلك عليها هيك وقت اللي بتفكك هاي يعني انت عم تسيطر على كل شيء وعم بتعجز كل الناس انه يقوموا بدورهم لانه صار التدخلات والفرض السياسي اقوى من من الفرض القانوني مش هيك؟ كيف بالحري اذا انت باتفاق الطائف ما اسست دولة اسست مقاطعات ومحاصصات كل واحد له امارته له حساباته ممتلكاته بنتخانق من فوق بنتقاسم مقدرات الدولة ومشاركاتها ومناقصاتها ومواردها كلها من تحت والله يستر هلا جاي على البترول والنفط يعني من وراء كل هيدا اللي عم بيصير لانه اذا هذا النموذج بعده فوق قائم ومتماسك بده يتطبق تحت حكما الغلط تبع الاحزاب السياسيه التي تدعي الثوره والتمرد انه ما كسرت ما بقيت على منهجيتها بتكسير كل هيدي الأواعي تفكيكها لحتى تكون هي ام الثوره وجوهر الثوره تبع كل هيدا التغيير نحن الثوره حبيبي شو نحن شو كنا هل نحن سؤال هل نحن بعدنا ثوره بادائنا هيدا ثوره بسلوكنا ثوره بتطنيشنا ثوره بغض النظر ثوره بقبولنا الامر الواقع ثوره بتفاهمات تسويات تنازلات ردخات اللي بدك اياها ثوره اعطيني لا بعطيك ثوره بالوضع الشعبي الضعف الشعبي تململ الشعبي الانهيار المالي الاقتصادي العجز عن تحقيق اي خطوه عدم الادراك عدم قدرتنا على التحقيق بالحقيقه لا نعرف مصريات الناس وين مصريات الدوله وين نحن ثوره طيب زياد هاي عليها كلنا انت والقدامة اكيد انه انتم بدكم يضل الطيار آه ينزل على الارض يضل الطيار ما يحكي مع حدا ويهاجم الكل لا 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 وشو اسمه بالنهاية هو صار بس أنا بس ما قلت ما قلت لك ما يحكي ما بتتغير الطريقة ما قلت لك ما يحكي مع حدا بس أنت قلت تقعد على الطاولة لتفاوض أو لتحكي في مبادئ معينة بتحطها م. أول المبادئ ما لها علاقة بالمصلحة والمصلحة ما لها علاقة بالجيبة أوكي نحكي عن مصلحة الناس مش عن مصلحتك الشخصية من خلال الناس يعني أنت وقت بدك تروح تفاوض من الناس مش أداة عندك تستقوي فيها وساعة بتقوية بدك بتقويها وبتخبط فيها وساعة اللي بدك بتحطها على جنب وبتروح تعمل بدك اياها على جنب. هيك عملوا بكل حياتنا السياسية من وقت تأسيس الدولة لليوم مرورا بالحرب الأهلية، الناس أدوات نستعملهم ونخبط فيهم، بس يتعبوا ونتعب بنروح بنعمل تسوية لإلنا مش للناس. وبقيت حرب تجرنا والتسويات تجرنا لإلنا مش للناس، شو شو من تسوية تفاهمات أعطت نتيجة للناس، شو انعمل من تسوية تفاهمات تحالفات أه شو بعرف كيانية نسائية توافقية حميت الناس ما هي يمكن لو ما صارت ما كانت حميت الناس وصارت يعني لو ما صار مثلا اتفاق آه مع رب ما كانت رقت الامور شوي لو ما صار مم. اتفاق ما خايل يمكن كان بغير مطرح وشو تغير يعني يعني ما بتعرفهم ما, ما, ما عمل اتفاق مع رب لنخفف مم. الاحتقان المسيحي ونحط رؤية وحدة طلع شيء تاني طلع شيء تاني مكتوب بعيد عن كل الفكره الاساسيه الجوهريه المبدئيه، تري بمعزل، هاي مصلحه سياسيه وهديك مبدئيه. طيب النتيجه رجعنا اختلفنا مع بعضنا وتقاتلنا مع بعضنا ورجعوا وقفوا بوجنا ووقفنا بوجن. طيب بس زياد هلا رح يقولوا العالم الشباب عم يحضروا عن ما. إيه؟ انه لانه زياد هلا خسر بالانتخابات وصار رأيي. وصار ضد الطيار، ما قبل كنت انت بالطيار كنت ماشي بهالشيء لا مش مزبوط راجع مواقفي، انا كنت الوحيد ضد التفاهم. مع بيت الحريري ومع القوات اللبنانية وطلعوا بالمواقع الإلكترونية تبع القوات اللبنانية رجع للأرشيف يقولوا الوحيد قال ضد المصالحة المسيحية يعني قالوا هاي مش مصالحة هاي موجودة لا مش مزبوط لأني سقطت أو نجح لا, لا. لأنه هيدا ما وقت اللي قلت له انت فيهم مع بيت الحريري ما بيمشوا ومش زابطة الأمور وبيانت يعني مش زابطة من خلال انتخابات بعدة محطات جماعة بغير حساب وبينت وين أكثر وقت اللي بيطلع الرئيس الجمهورية بيعمل تفاهم مع سعد الحريري وعلى تفاهم رئاسي وفي القوات اللبنانية وفي 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 شوي بيوصل رئيس جمهورية على أول عهده بيطلع بيقول لك ليست حكومة العهد الأولى بيكون الاتفاق مع بيت الحريري مزبوط وقت اللي بيقعد سعد الحريري 8 أشهر و9 أشهر ليألف أول حكومة و8 أشهر و9 أشهر ليألف ثاني حكومة وبيرجع بيعمل لك استقاله طويله عريضه وبيرجع بنقعد ثمان اشهر لحتى يعتكف ويفل، ستة 26 شهر 30 شهر بتفاهم سياسي عامله مع بيت الحريري، بكون التفاهم مظبوط؟ وقت اللي بنرجع بنوقف على السكين نحن واللوايات اللبنانيه، بتبين انه الخلاف مطرح تاني بكون التفاهم مظبوط؟ تفاهم قطعك مرحله ايه بس عطاك النتيجه الايجابيه المطلوبه انك تعملها لحتى الناس تطلع من مشاكلها وتقدم لها الاحسن لا لمن عملنا تفاهمات انتخابيه مع نبيه بري هلا مؤخرا كان تفاهم مزبوط ولو مزبوط ما كان طلع رئيس التيار قال بنطلع بالباص انت قاعد على اليمين انا قاعد على الشمال وبس نوصل على محطة. وكل واحد عنده مشهده وبس نوصل على المحطه كل واحد بيروح من ميله هيدا بيكون تفاهم مزبوط مع نبيه بري بعد ست سنين هشم بميشيل هون ليوم التهشيم ما تلاقي حدا يدافع عنه وهلا اللي دافعوا عنه صاروا هن اللي مخربين العلاقه فهمت؟ فهمت علي؟ اه فهمت علي؟ <applause> نحن اللي دافعنا وكنا راس حربه بالدفاع عن عماد ميشيل هون، صرنا نحن عاملين المشاكل مع الشيعه والسنة والدروز شو يعني؟ انه انت يعني هلا اذا سقطت انه انا ضد الغنميه السياسيه وكل ارائي ومحض عامل 300 حلقه على التلفزيونات انا ب 12 سنه موسعين في شي مره سمعتني شفتني غنمي سياسي؟ اكيد لا في شي مره شفتني عم زقف؟ ما حدا بده او عم بايد او انه ايه ويا يا لطيف في شي مره شفتني؟ انا صبي عندي راي ثاني وانا زلمه متعلم وعلى راسي على كتافي في راس ماني جاي انا بس لزقف شو ما بيقولوا لي زقف ما انا كمان بقرا وبشوف وبختبر وبطلع وعندي معلومات وبعرف وبعرف بالذاكره التاريخيه حجم المشاكل واسبابها، نحن اليوم ما عم نعالج مشاكل، اليوم تحالفنا نحنا والشيعه بالانتخابات هيدا، اوكي بفهم مع حزب الله عرفت مين معه، صح غلط عطى نتيجه ما عطى نتيجه جاب كان ايجابي كان سلبي بحث تاني بس نحن مش متفاهمين معهم كثير مني طيب مع خي... نبيه بر شو النتيجه؟ شو اللي تحقق للناس من بعد الانتخابات؟ شو اللي تغير من ملفات؟ بس نحن تحالفنا مباشرة مع نبيه بري؟ أكيد شو مش نحن متحالفين مع حزب الله وحزب الله بتحالف مع نبيه بري؟ شو؟ يعني احنا مجبورين كون شو إنه هلا اللفة كلها كرمال شو؟ لا بس نحن جزين منطقة بك منت... خيب جزين المنطقة الوحيدة اللي بقيت رافضة فكرة التحالف مع نبيه بري يا حبيبي إيه وصح... طيب معه أنا اللي كنت بقى... أنا الوحيد بالاجتماع قلت لا خليه يقولوا لا كنا خمسين واحد لك ايه بس انه كان تقدر ايه مين دفع ايه بدي اقعد بالبيت مين انا بروح على البيت ايه طيب انا كان تقدر تصير بتصرف مع مع كيف عمل. تصرفها معك كيف بتصرفها بدك تصرفها ما فيك تعمل خيارات غلط استراتيجيات غلط تاخذ نتيجة صح بدك تاخذها كمان غلط بالنتيجة في تداعيات كتير كبيرة كان بالسياسة بتسقط كلك انت على بعضك شو بعد في منك انا مش طالع من 20 سنه يقول له مبشر انه بدنا نشيل الغطرسه سي... طبعا انا بيبرع عن جزين بركب انا وياه على الليحة. هلا يمكن بقعد انا وياه سقطت خلص بس انا قبل ما بيني اعملها شو بقول للناس؟ امبارح كان ما بيسوى هلا اليوم بيسوى اه لانه بده يعمل نايب ومستعجل بده يربح نايب. مقعد بيعنا وباعد المبادئ مع اني مثل ما بيحكوا علي في كثير ناس بتحكي عليهم انا ما بيع مبادئ ما اخي انا قلت لا لنبي بري لا لنبي بري هلا بدك اياه اقعد مع نبي بري بروح بشرب انا وياه شاي واللي بدك اياه وحبيب قلبي بتفاهم انا وياه ممكن نتفاهم ممكن لا بس امبارح لا امبارح لا انا نايب مس الناس جاي من خلفيه رافضه لنبي بري وادائه بالمجلس وغير المجلس بروح بيجي بقول له على لانه الانتخابات خلص دبروا لنا اياه شو هول الناس اللي فوق غنم واللي بطلوا واللي لهم قديش مش مشاركين بالانتخابات ما بتعرف ليش مش مشاركين؟ بلكي ما معهم شيء ياكلوه بالبراد خيي وبلكي ما بدهم يبيعوا حالهم ب 100 دولار لك ادخن زلمه حقه 200 دولار كان بجزئين ما 4 خمسة مليون ليره صرفوهم بجمعه والاربع سنين تاني شو راي يعملوا هلا؟ شو كل شهر بده يعطوهم مصاري اللي دفعوا لهم؟ ما فيك تبيع كل شيء وتبيع مبادئك وتبيع مواقفك وتبيع امكانيتك بالمقاومه والصمود ما 200 دولار بكره بيقول لك خي انا خي دافع لك حقك شو جاي تطلب مني؟ ما فيك تطلب مني شيء قابلت حقك حقك هلا في رئيس جمهوريه؟ انا برايي هلا و... بالوقت الحاضر لا، كل هالاسماء اللي عم تطرحوا اليوم صاروا عم يطرحوا شيء درجه سادسه سابعه ثامنه ما بعرف قديش اسامي هشك بشك يعني. انت مرشح رئيس جمهوريه؟ لا يا زلمه شو انا اذا عرضوا لك اسمك انا ماروني راسي شو ناقصك؟ ماروني راسي على كتافي لانه الرئاسه ما بيعملوها بلبنان وبدها بدها معطيات كتير مختلفة وين عم روسيا؟ روسيا يا يعني عم كبر عقلك صدق انت النظرية كبر عقلك ما كلنا بنعرف بعضنا وبنعرف كيف الامور تمشي ما في شيء غريب ومن غير كوكب بس في ناس هيك بينبهروا على شيء في ناس بينبهروا على فراغ على عدم شو رح يصير هلا؟ في مرحلة جديدة وتكوين سلطة جديدة وفي مراحل سياسية كيف كيف تكون ما في حكومة؟ راح يصير في الحكومة. يعني شاب... حكومه؟ خير يعني مش بطلنا نسال عن حكومه الرئيس احفظ هالنظريه مع انه الحكومه اسمها قبل احفظ هالشيماء هالصوره سنه ال 90 سكرت حقبه وفتحت حقبه صح ب 92 عملوا تعيين نواب بعدين رجعوا عملوا انتخابات اربع اربع خمس قوانين آه... انتخاب كونت سلطه مع وجوه جديده مع تركيب جديد وتقاسمات نفوذ سياسي اقليمي دولي مركب تركيب صح؟ هلا جاي ذات الشيء تيتا فل عماد عون ركبت مرحلة جديدة بفل العماد ميشيل عون بيكون في تحضير لمرحلة جديدة بتاخذ وقت سنة ست شهور سنتين بس هيك مرحلة جديدة المؤثر فيها انه المسيحيين ضعف فاقدين توازنهم ما عندهم اهداف واحدة وموحدة وكل واحد منهم بشكل توازن عند الاخرين او بيضة الابان عند الاخرين <applause> ضمن السر ضمن السر ما فادتهم للمسيحيه فادت الباقيين بس ما فادت المسيحيين <applause> ما هيك مين مره رح نوديك مسيحيين رح ضمن السر انت بنك موجود هون شو بدون المسيحيين هلا شو هدفهم شو تطلعاتهم شو قدرتهم على المقاومه شو قدرتهم على الانتاج على الاستثمار مش عارفين شو بدهم كل حزب عنده نظريه شكل واللي اخذين سلطه التمثيل المسيحي ما بيمثلوا كل المسيحيين وان كان عندهم نواب. وتداعيات الشعبيه والماليه على الحياه الاجتماعيه اللبنانيه مؤثره ورح تاثر اكتر لانه رايحين على ازمه بعد واصعب. طمنك. آه لانه طبيعي ليك. في رق العجين بلش بالبداية بدايه العهد. الفرن باخره. العجينه بتفوت على الفرن بالاخر كلها طيبه عم بعطيك هات الصوره هلا انه انت كنت بالرق هلا على السخن هلا قفلت السخن مشان هيك انا قبل ما اطلع اشوف الشيعي شو عم بيعمل السن شو عم بيعمل والدرز شو عم بيعمل لانه لهلا ما وصلت لقناعة انه هاو كلهم يشكلون شعب واحد على ارض وحده يريدون وطن واحد له معايير محدده اليوم في اختلاف على الهويه، في اختلاف على شكل الوطن، في اختلاف على شكل النظام، في تقاسم امارات طائفيه ومذهبيه بين بعضهم، في شعب مهروس هرس وعاجز عن انه يقاوم، في ثوره هدت ما, ما, ما تبقى لان منا ثوره، وفي عجز قوى اساسيه حزبيه مسيحيه عن اي مبادره. لا متلاقين على مشروع واحد ولا المشاريع عن المختلفة قادرة تتقدم يعني اذا انا بالتيار او بالقوات او بالمرضى او مدري شو كتائب مع انه انا برأيي التمثيل المسيحي مش لازم يكون محصور بهو انه الكتائب والمرضى عندهم نايب واحد معلش يعني صح بس برضو عنده عنده أربعة صح. بس برضو بدون من يعني من ما يعني ننتقص من حق هذا شعبيا ما نقدرين يحطوك على السكة الصحيحة حتى مشروع التيار لحاله ما رع... ما عليه اجماع في مشكله والقوات ما عليه اجماع فينا وما فينا وبدنا ومش قادرين وقادرين ما قالوا معنا بس عمل نواب ما بنا برد السياده وبرد المصريات وبرد الامن الدولار بنزل الدولار طلع بالاخر مش قادر ينزل بالأسانسور وهوليك الشباب حالتهم حاله على قدهم وعلى امكاناتهم وارتباطاتهم المسيحي عنده بهاي المرحله ازمه كبرى تضاف الى الازمات الموجوده واللي هي اكبر منه على مستوى الدوله وعلى مستوى الاقليم وعلى مستوى التفاهمات الدوليه وعلى مستوى بدك مصاري حبيبي بدك تمضي هلا اللي قالوا سمحت السيد امبارح انا اخذت جمله واحده تكفيني وما بدي اسمع غيره استعدوا لكل الاحتمالات شو بده يقول يعني؟ شو بي... كيف بتقدر تواجه عدو انت طويل عريض؟ انتبه في عندك عد مجموعه اعضاء نحن قاعده حالنا بالاول كلبنانيين وكل طائفه قاعدة حالها وكل طائفه عندها مصيبتها و... و... وتناقضاتها وسمّاعة لأنه يعني انه بنحكي عن السياده بس ثلاث ارباعهم عملها رد على التليفونات الو وعلى البيرول مصيبه وعندك عدو ناطرك عندك ثروه نفطيه عم تتعرض ثروه اللي هي الوحيده اللي بتنقذك اذا عرفت تديرها هلا انا برايي ما راح يعرفوا يديروها حندير مثل مهجرين وصندوق جنوب نرجع ويطيروا وبيطي لا بنبيعهم بالبحر ما راح يلحقوا يطلعوهم ببيعوهم بالبحر وعلى ضوء بيرجع بيتنطق... بيتنشطوا بنرجع بنسرق من جديد طالما نحن بهالعقلية يعني عندك كل 20 30 سنة أزبط. بعد في سرقة بعد في سرقة جاية بس بدنا نبيعها بالبحر لانه تطلع بترول يوم بدك سبعة لعشر سنين بين منصات وانابيب واخبار واستكشافات وتبه وما عندك يد عامله وما عندك خبرات باللبنانيه يعني كلها خارجيه رح تكون صح الاكثر سبع سنين انت شو بتعمل؟ خي عندي هالبترولات بالبحر ببيعكن اعطوني عائدات معينه خذوهم بيجي نحطن سلطه ذاتها الجوعانين ذاتهم الجربانين ذاتهم لقطين بعضهم ومكمشين بايدين بعضهم تلاميذ المدرسة ما بيفلتوا ايد بعضهم عالسرقة ما راح يفلتوا ايد بعضهم مش هناك لا اللبنانيين قادرين ينتفضوا وتعبوا وحقهم راحوا بالانتخابات على الشورت كات على الطريق القصيرة اللي بيعطينا عشرة مليون من انتخبه. شو بدنا من زيادة أسود شو جايينا من بكره بتعرف شو جايك منه لزياد اسود بعد سنه سنتين مثل كل الاخطاء التاريخيه اللي بيرتكبوها بالمناطق الاحزاب مش ضابطه معها حقيقه مش لاني سقطت انا قلت لهم اياها زمان وبوجهن وبنص الاجتماعات يعني انا مش واحد اليوم جاي يحكي شيء مش حكيه ومش واحد جاي يحكي شيء على خلفيه النيابه لا مش هذا الهدف انا قايلهم كلهم وقايلهم على التلفزيونات ويقولون على الام تي في على النيو تي في وعلى الاو تي في اكثر شيء والام تي في لانه كانوا بغير خط والال بي سي ما بيستقبلوا الا الانتلكتيال ايه نحن مش ايه والنور واذا المنار المنار بطبيعه الحال انا ما مغضوب عليك مغضوب علي. سو <applause> حبيبي ما نحن مؤهلين هلا بهيدا المجلس بهي التركيبة بهذا المفصل التاريخي يعطوك النتيجة 31 شهر بيروح الرئيس على البيت إذا ما في رئيس على كعبة في فرن ماشي وبسرعة شو بروفيل الرئيس الجديد؟ كل البروفيلات ما بتفيد بروفيل معراب ما سمعه ما بتفيد لا لا ما بتفيد ليك شباب مفتكرين الانتخابات بأمريكا مندور بهالولايات وبنحكي ابعد من هيك هي اكبر من هيك واصغر من هيك اكبر من هيك لانه انت مش ببلد سيد بتروح تنتخب مثل ما عند بدك وترشيحك طبيعي ويعني و... 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 ومعلن واصغر من هيك لانه نحن مبهطينها كثير صرنا ناطرين نشوف اي دوله واي سفير بيرضى عن اي اكس ادويه على العشاء او بشي مطرح عشي ارقيله على سيجار على شي كونياك لا يمشي الحال ماشي اسمه وبيرجعوا بيطلعوا بيحكوا علينا انه نحن إن مختلفين مع مدري مين يا عمي انتم مصيبكم انتم اللي عم تحكوا علينا نحن عم بحكي عني انا لمصيبكم والعمل الغنميه تبعيتكم عميتكم مش رح فيكم تطلعوا من المصايب اللي جاي انسوني روحوا فكروا بحالكم زياد ما بين شبع بس آه في حكي كثير بس بدي اقول لك شغله انا كنت اخذ على نفسي ما احكي بس يبدو انه حتى سقوطي مش عجبهم بعد في ناس بعدها لحقتني والدليل انه بعض الانتخابات طلع قلت علي انا ما بقى من الانتخابات بس ما حدا يفكر انه في خدمة ناي يعني اللي ما بده شيء هو اقوى شيء صحيح انا ما بدي شيء يا حبيبي ناي بعملت. بس ما تراهن انه فيك تاخدني ناي بقى لا انت ولا غيره ناي مش رح روح انا اللي معي حق انا اللي بالسياسه قريت مزبوط وانا اللي قلت لهم شو بدو يصير بجزين وما سمعوا هاي نتيجه انك ما بتسمع روحوا تحملوا مسؤوليه اللي عملتوه ما تكبوا اخطائكم على غيركم مرسي زياد بصراحتك وانا بقول لاخواتي بالتيار يا شباب يا عيوني زعلانين منك هلا يلا زعلانين او رديانين مش مهم ما بهم يزعلوا او يرضوا بهم يعرفوا لوين رايحين تيار كتله مبادئ مش تمريق الحال وتظبيط الحال و... ولا كذا هلا سلم علينا ماشي الحال وما نستفيد ماشي الحال هيدا ما, ما ورشان جاي يصرفون بجزين ماشي الحال ما دفعنا مدري شو ماشي الحال هيدا خلافا للي علمكم يا مش اللهم اني بلغت ميرسي زياد ما في شباب اكيد رح نعمل حلقات بعدين ميرسي رح حابب صدرك لا انا, <applause> أنا جربت قد ما فيي بس انه لا ما ما أنا ما, أنا ما, قلت ما قلت انت ما بتطلع دغري انا اخي بدي شغله انا انا واعي شو عم بصير وانا لو ما بدي اقول لك ما فيك ما فيك تجرني احكي وما فيك تجرني اذا انا ما بدي اقوله انا عم بقول لك بحبوا يسمعون كانت النصيحه بجمل هلا النصيحه ببلاش انا مش, مش عائق قدام حدا وسقطت ومبسوط مش زعلان زعلان على تاريخ طويل عريض عم ينقرا غلط بس صح. انا ما بتحمل مسؤوليه صح وانت ما بتنبش بالماضي بدك تنبش بالمستقبل بس تشوف الشباب وين بتعرف انه في محل التواصل انقطع بس تروح توعي الشباب على تاريخهم يصيروا يفخروا فيه بتصير تلاقيهم وبس تقنعهم بقضاياك وبملفاتك حقيتها بصيروا يحبوك اكثر وبس تسكير تتصرف مثلهم وتجوع مثلهم وتاكل مثلهم بصيروا يحبوك اكثر واكثر <applause> بس زي ما بسياره حقها مئة الف دولار نظرت عليهم وبدك اياهم يقاتلوا وهن يموتوا انت لحتى ما رح تزبط كل عمره هيك والحرب اللبنانيه كانت هيك يا ما شباب ماتت ومفكرة حالها انها عم تعمل شيء طلعت رحت ببلاش صحيح للاسف انا عندي سؤال لكل الزعلانين والحردانين وهلا اللي بدهم يحكوا شو بدكم تقولوا لشهدائكم لاماتهم لبياتهم ليش ماتوا شو تحقق وشو حفظتوا من شو حفظتوا من موتتهم خي وهيدا بينطبع على كل احزابها هذا انتبه انه في كتير ناس ماتت لكتير ناس تغتنى صحيح هذا اللي مات شو بنقول لامه بايو كرمال شو مات مش كرمال قضيه شو تحقق من القضيه اي قضيه اي وحده منه اي وحده صحيح و... ميرسي زياد واللي بده يصير رح نضلنا نحبك حبيبنا ان كنت طيار او ما كنت طيار لا انا انا الطيار بما امثله من فكر وسلوكيه ومنهج ومنهج ونهج وهيدا السؤال صرت تسأليني اياه وجاوب ذات الجواب بدك تكون تيار بده يكون عندك مبدا صح والمبدا معروف شو هو وما بيخل وخي ما بدك تصدقني بعود خطوة لورا وتفرج مرسي زياد مرسي لك يلا باي شوفكن بحلقه جديده مع ضيف جديد